خليني اروح لفضيله الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الامير المنسق العام لبيت العائله المصريه نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحري سابقا. مساء الخير يا فضيله الشيخ. خير حضرتك. اهلا بك يا دكتور. على مشاهديك الكرام. اهلا بك يا دكتور معانا، واحب اعرف انطباعات حضرتك عن الحفله النهارده. هو طبعا النهارده حضرتك كان يوم مشهود بالنسبه للكنيسه، وخصوصا ان المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي واللي بيترأسه نيابه الحضر الجليل الانبا ارميا طبعا النهارده كان بيحتفل بجائزه طبعا المرحوم الاستاذ مجدي فهيم، ودي طبعا حضرتك ده لمسه وفاء من قبل المركز والكنيسه مع الاستاذ مجدي فهيم، وده حضرتك تذكار باخلاصه. فالأستاذ مجدي فهيم يعتبر رائد من رواد علم الرياضيات، الراجل أفنى حياته وقعد في خدمته كل هذه الخدمة بإخلاص لأبناء الكنيسة والشعب الكنيسة، ومش عايز أقول لحضرتك لشعب الكنيسة فقط بل لأبنائنا من شعب مصر، وخصوصا أنه هو كان رائد في علم الرياضيات وكان صاحب برنامج تعليمي مشهور في الثانوية العامة لسنة ثالثة خاصة في الرياضيات، فده إخلاصه. وعايز أقول لحضرتك إن نتيجة إخلاصه الكنيسة النهاردة تتذكره، فالذكر للإنسان بيعتبر عمر تاني. طب يا فندم أحب أعرف تعليق فضيلتك على تكريم المركز لأبناء مصر بشكل عام من المسيحيين والمسلمين على السواء. لا حضرتك النهاردة كانت طبعا من الكنيسة لمسة جميلة جدا، هذه اللمسة بتمس يعني ايه، هذه اللمسة بتمس المجتمع ككل، لان المكرمين حضرتك ما كانوش من المسيحيين فقط. أي. المكرمين كان بعضهم مسيحي وبعضهم كان مسلم ايضا، وده يعتبر ان الكنيسة بتقدم خدمة للناس على حد سواء للمسلمين وغير المسلمين. وعايز اقول لحضرتك ده بالمركز الثقافي القبطي الارثوذكسي برئاسة نيابة الحضر الجليل الأنبا أرميا إن ما بينظرش لكون الإنسان مسيحي أو مسلم، فهو بيستقبل الجميع وبيمهد أمره للجميع. وعايز أقول لحضرتك إحنا بنحفز أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسيحيين فيما يقوم بنيابة الحضر الجليل الأنبا أرميا في المركز الثقافي من تجهيز وإعداد للدروس لأبنائنا في وبناتنا طلاب الثانوية العامة، والنهاردة بنقول لهم احنا بنكرم ابنائنا المتفوقين في الثانوية العامة باسم جايزة المرحوم الاستاذ مجدي فهيم، بنتذكر الاستاذ مجدي فهيم ونقول لابنائنا احنا عايزينكم كلكم تطلعوا زي الاستاذ مجدي فهيم كرواد علم الرياضيات ان شاء الله. شكرا جزيلا لفضيلتك الاستاذ دكتور محمد ابو زيد الامير المنسق العام لبيت العائله المصريه نائب رئيس جامعه الازهر للوجه البحري سابقا.